وعيهم لسه هي عشان تحوا وعيهم جديدة لسه ما لبسون. أنا كنت رايح أجيب شهادات الميلاد الخاصة فيها من أسجلهم، تم ولادتهم يوم 10/8/2024 وتم استهدافهم في الشقة الآمنة في بيتهم في البيت في تاريخ 13/8 أي بعد 3 أيام من ولادتهم. بعد ما طبعت الأوراق الشهادات لهم جاني اتصال إنه محمد أنت بخير كيف حالك؟ قلت له تمام أنت وين؟ قلت له أنا عند شهداء الأقصى. يعني أنت عارف في إيش وعارف؟ قال أنتو بيتك انقصف. فحكيت لهم عن جد كيف وقت إيش وأي ساعة وطب ومرتي والأولاد وحماتي موجودة في البيت. فقال إنه أنت طب تعال تعال هم بسألهم هم وين؟ فقال له هم في مستشفى شهداء الأقصى. فقلت لهم أنا هنا عند المستشفى، أنا عبر المستشفى تقريبا يعني. فقال طب تعال تعال لأمرك جوا. فأنا كنت رايح حتى الشهادات في إيدي، كنت هي كان نفسها أن أسمي الأولاد آيسل وآسر، فكان الشهادات في إيدي رايح أفرجيها إياهم. فقالوا لي هيها في ثلاجة الموتى، يعني أنا ما فرحت عليهم وعيهم لسه هي عشان تحوا وعيهم جديدة لسه ما لبسون. ايوه ابا الجداد في نفس اليوم اللي انا استخرجت الشهادات هذول هو في نفس اليوم اللي انا رحت قدمت على شهادة الوفاة، بس بالاضافة لاطفالي لامهم. هو ما في اي سابق انذار لعملية القصف للمنزل، يعني انا لا انا ولا اي حدا له علاقه بالعمل العسكري او احنا مدنيين، يعني انه احنا ما قلنا، بالعكس انه هي دكتوره، يعني هي بتروح بتخدم الناس بتخدم المرضى بتساعدهم بتدويهم بتقدم استشارات حتى كذا بحيث انه يطلعوا لبر الامان. ما قلنا في اي عمل عسكري يعني.